حلاوة الأكلة الشعبية بترد الروح ومغذية، حلاوة الأكلة الشعبية بترد الروح ومغذية، يا حلاوة الأكلة الشعبية. اهلا وسهلا بكل حبايبنا وكل اللي بيشوفونا على شاشه الكساره، وكل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب، ودايما ايام كل حبايبنا هنا. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله حلوه وخفيفه. جات لنا كمان اكله حلوه قوي من حبيبتنا الست ليلى على الفيسبوك، قالت لي يا غاليه اعملي بطاطس المبطنه. البطاطس المبطنة طبعا أنا غالية بتتعلم من كل حبايبها، وقلت قبل كده كل اللي عندها أي أكلة تبعتها لي بمقاديرها على الصفحة الرئيسية بتاعتنا على الفيسبوك، وإن شاء الله نجربها مع بعض وتطلع حلو. فهنعمل النهاردة البطاطس المبطنة، دي أساسا أكلة ليبي، أكلة ليبي بس طلعت حلوة قوي وجميلة، وجربتها حلوة قوي للعيال الصغيرة، وتمشي معاكي في عزومات وفي افراح، ولو عندك وكتير يعني بتقطع كتير، تلاقيها كده قطعت معاكي كتير، كيلو البطاطس مثلا يطلع لك كام صينيه حلوه، فتلاقيها معاكي بتقطع كتير وبتسد وزي الفل. هنعمل البطاطس المبطنه، ودي اكله ليبيه وبنشكرها على الاكله الحلوه اللي بعتتها لنا. وهنعمل، وبحيي ليبيا واهلها وناسها كلهم، وبحيي كل ضيوفي كمان اللي جوني من ليبيا وشرفوا مطبخي. وهنعمل النهارده شعريه، قالب شعريه بالكبد والقوانص، ومعاه البصل والخضره والفلفل، يعني في خضار وفي شعريه، بيبقى حلو برده في الاكله كلها على بعضها، حلوه برده للكبار وللصغيرين. وعاوز اقول لكم كمان قبل ما ابدا في اي حاجه، استنوا النهارده كمان معانا ضيف ان شاء الله هيعجبكم، ان شاء الله اهلنا وحبايبنا واخواتنا وجيراننا. اقعدوا بقى كل دي فزوره، فسروا بقى اهلنا وحبايبنا واخواتنا وجيراننا ونيل واحد. كل اللي يعرف معانا ضيف اسمه ايه او من اي بلد يخش على الصفحه دلوقتي ويكتب. معانا النهارده ضيف من السودان، ان شاء الله هيعمل لنا اكله جميله قوي ومشهوره قوي في السودان. قال لي يا غاليه هعمل لك الويكه، الباميه الويكه دي اللي انا منشفاها عندي دي اهي، ليها عوزه دي، انت ممكن تطبخيها كمان بدمعه، يعني احنا ممكن كمان تطبخيها بدمعه بترد، لما تعمليها كده في الدمعه ترد وتبقى حلوه. لو انت مش منشفاها في البيت زي انا ما منشفاها كده، جيبيها من عند العطار، في عطارين عندهم باميه ناشفه بيبقى موجوده عند العطار، بس انا بلضمها كده وانشفها من السنه للسنه. هي زي ما هي كده، بتجيب البامية القرن الكبير شوية وهي في الموسم بتاعها وخضرة، بس قبل ايه لا مؤاخذة ما تدود، لان ايه لما بتقعد شوية تقعدي لاخر السنة القرن الكبير ده بيدود على الشجرة فبيبقى وحش، قبل بقى ما تخش في اخر السنة وبيبقى مخشب حبتين، فقبل ما تخش في اخر السنة تروحي جايبالك شوية بامية كده القرن الوكا الحلو، وتروحي لضمهم في خيط زي العقد بالظبط، وتعلقيهم في حته ظل من الشمس، يعني تعلقيهم كده في المطبخ من جوه في حته ظل، وبرده يكون فيها هواء عشان الشمس هتسودها، لو لطشتها الشمس هتسود فتنشف على ابوها كده تبقى زي الفل. تقدري تطبخيها تحطيها تعمليها مطبوخه بدمعه، تعمليها ويكه بتبقى زي الفل. ودي بقى بنسميها سلطانه الصفر. وسبحان الله اللوزه بتاعت القطن تشبه حبابه الحبايه بتاعت الباميه، سبحان الله بقى ربنا ليه حكم. هنيجي للبطاطس. البطاطس المبطنه دي هتجيبي البطاطس الحمد لله رخيصه ب2 جنيه ونص وزي الفل، هتقطعيها كده اهو طرنشات كده، خلي بالك تكون ماسكه نفسها ما هياش تخينه قوي، وبعد يعني بصوا اهي، وتيجي تاني وتروحي الشريحة اللي انت قطعتيها تروحي جاية تاني كده،
وتكون بالراحه على مهلك، ما توصليهاش للاخر. بصوا السكينه فين، سايبه لها قرات اهو، سايبه لها قرات، يعني تفتحي لها بق كده اهو، تفتحي لها بق كده اهو، ما توصليهاش للاخر اهو. وبرده على قد ما تقدري ما تخليهاش تخينه عشان تستوي منك وانت بتقليها، واللي مش عاوزها مقليه ممكن يرصها زي ما هي كده ويحطها في صينيه ويدخلها الفرن على حسب ما تحبي اهو، وبعدين هتبقى اخف وحلو. بس طبعا الست ليلى بعتها لنا طريقتها ان هي بتتقلي بق اهو، اهو بق كده مش للاخر، ما تجيبيهاش للاخر، تسيبي لها من الاخر قراط اهي، نقطعها تاني. وعشان تعملي دي ما تجيبيش البطاطايه الصغيره، يعني جيبيها سرحه، تكون كل ما تجيبي البطاطايه سرحه وحلوه تبقى زي الفل، تمشي معاكي كده وانت بتقطعيها، وتبقى الواحده بوحدتها ترنشات كده اهي. بق اهو، هنفضل بقى نقطعها بقاق كده وتفتحيها اهو، تتفتح كده. معلش بقى النهارده غاليه عملت لكم كل الحاجات فيها نشويات، بس ان شاء الله الحلقه الجايه هنعمل اكتر حاجه فيها خضار وحاجات من غير زبده كتير وحاجات لمرضى السكر. يا ست سعاد، ست سعاد، يا ست سعاد، الو، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا ست غالي؟ يا ما صباح الفل ومساء الهنا. ازيك يا ست غالي؟ الحمد لله احنا بخير. سامعة حضرتك، اتفضلي. يا خسارة الخط فصل، حاولي تكلميني تاني. حبايبنا العراقيين أحسن ناس، يا أخواتنا وحبايبنا. هنجيب اللحمة المفرومة، اللحمة المفرومة تحط عليهم شوية بقدونس، ولو حابة تحطي شبت حطي، عاوزة تحطي عودين كزبرة حطي، زي ما تحبي. وهنحط عليهم بصل، بصلة كده تكون حلوة دورة كده مبشورة، وحطي ملح وفلفل وبهارات، البهارات اللي عندك في البيت، ما تغلبيش نفسك يعني. اهو. ونحط كمان ايه؟ قطر كمون صغير. حتى عمرو بيقول لي يعني ايه قطر؟ قطر يعني حبة كده على سن المعلقة. والملح اهو، حققيها بقى على زي ما تحبي. وندعكها بقى ببعض دعكة ايه محترمة، يخش فيها الخضار كله في قلب بعض. فين البصل اللي احنا حاطينها دي؟ الزهرة بتطلع من البصل، ودايما وبعدين المثل دايما يقول ايه؟ ما بصل الا حواليه عسل. وبعدين البصل ده كمان حلو، يعني انا لما اقعد اخرط البصل وعيني تدمع كده، امي تقول لي ايه يا اختي؟ يا بنت خلي عينك تتغسل، تنزلي منها التراب. لا ده انا عيني يما تحرقني من البصل، تقول لي لا البصل حلو وعافيه في الشتاء، نية او مستوي. وكمان مرضى السكر ربنا يشفي كل مريض، حلوه قوي، كلي في السلطه، كلي في طبيخ، في ني، في ني، حاجات بتبقى حلوه. وقال لي بصله تنزل دمع.
وخليكوا كده، ابعدوا تبقوا عسل، قربوا تبقوا بصل، وابعد حبة تزيد محبة، وبصلة المحبة خروف لكل حبايبي كده. هي محتاجة بقى ان انت ايه بايديكي كده تدخليها ببعض، لازم تخش ببعض التوابل والخضار اللي فيها وكله. لو عاوزة تديها خضار مبشور ناعم بالمبشرة، لو عيالك مثلا عندك عيل ما بيحبش الكوسة وعاوزة تدخلي له فيها كوسة، ابشريها ناعم وحطيها برضو على اللحم المفروم، شوية بسلة مهروسين، جزرة مبشورة، أي خضار تحبي تحطيه لعيالك مبشور حطيه في قلبيه، ابشريه ناعم بالمبشرة وحطيه في قلب اللحمة زي ما هو كده وحطها له، هياكلها ومش هيعرفها. هنمسك بقى كده بعد ما فتحتيها بق كده هتحشيها لحمة كده، ما بتاخدش لحمة كتير وبتبقى كمان حلو. ونقفل كده. طبعا ليبيا وأهلها حلوين قوي، حتى الست ليلى بتقولي يا غالية احنا نعملها دايما في الأفراح. ما تحطيهاش مكلكعة عشان يعني افرديها، احشيها كأنك بتحشي كده سندوتش للعيال. اهي تقفلي كده. يعني لو ربع كيلو لحمة يعمل لك بتاع كيلو بطاطس واكتر، لأنها ما بتاخدش لحمة كتير وبتبقى حلو موفرة يعني. وانت بتقطعيها خليها رقيقة شوية. محمد خميس بيقول لي، بعت لي بيقول لي تسلموا يا مصريين، احنا السودانيين والمصريين احفاد الفراعنه واخوات من ايام الفراعنه، يعني كلنا اخوات وحبايب ونيل واحد. وحياتك والليبيين وكل الوطن العربي كلنا اخوات، وربنا ان شاء الله ما يفرقش بينا وما يجيناش غريب ابدا. ايه ما تحشيهاش كتير عشان خاطر لما تيجي تبطنيها ما تطلعش منك، وهي كده كده اول ما هتتبطن وتنزل في الزيت هتلاقي اللحمه قفشت فيها، هتلاقي اللحمه قفشت فيها مش هتطلع ولا حاجه اهو. بعد بقى ما بتحشيها كلها زي ما انت شايفه بالشكل ده هنبطنها. هم بقى سموها المبطنه ليه؟ عشان بيبطنوها. بتتبطن بالدقيق، تحطي دقيق شويه دقيق، بس خلي الدقيق اكتر من البقسماط عشان البقسماط لما هينزل هيتحمر بسرعه وهتبقى البطاطس واللحمه لسه نايين، لكن الدقيق روحه طويله عبال ما يتحمر وياخد لون، هي يعني هتكون البطاطس استوت واللحمه المفرومه استوت. يعني لو هتحطي 5 معالق دقيق تحطي عليهم معلقتين بقسماط بس. حبيبتنا على الفيسبوك بنتها اسمها ايتن، عاوزه تشوف، انا مش عارفه اقرا اسمها صراحه، عاوزه تشوف صوره بنتها.
كل حبايبنا اللي عاوزين يشوفوا صور ولادهم يخشوا يشوفوها قبل الحلقه بربع ساعه. افتحي كده قبل الحلقه بربع ساعه وقعدي هتشوفي صور ولادك على طول، وهتلاقي غاليه لضا بتوراهم على طول. وبعد ما هنخلص الحلقه مباشره برضه هتشوفي صور ولادك وحبايبك وجيرانك وكل الصور اللي بعتيها. ست شركات اللي غالي انا عزمكي في السباق يا اختي، ابعتي لي العنوان وانا هشمع الفتله، بس قولي يا رب مصطفى نور ما يلزقش في ديلي ويجي وراه بالكاميرا، وان شاء الله ربنا هينتعك بالسلامه، واول ما تنزلي العيل تحطي مكانه فرخ. اول كده ما اجيب لك العيل كده في السبوع اقول له حدرجه بدرجه والعين عليك بارده. مش هنقول بقى اسمع كلام ابوك وما تسمعش كلام امك، نقول لو بين لو ولد او بنت سواء اللي يجيبه ربنا، قول كن معين لابوك وكن ستر لامك. هنحط بقى هنا على قد بقى العدد اللي انت هتعمليه، كيلو 2 كيلو بيض، يعني لو ايه هنحط بيضتين ثلاثه على قد ما ايه ما انت هتبطني بقى، بس اديله البيض شويه فلفل اسود صغيرين سنه كده وشويه ملح عشان ما يبقى زفر. ولو عندك بقى بيض بلدي من على السطح يبقى خير وبركه، ما بيبقاش في ريحه الزفره وبيبقى حلو قوي. النهارده بقى اللي احلى من الاكل واحلى من غاليه الكلمه الطيبه. النهارده في شاب عمل مبادره حلوه قوي عشان ينظف الحي وينظف الشارع ويعلم الاطفال الصغيرين كمان، العيال الصغيره اللي بتبقى ماشيه في الشارع او بيلعبوا في الشارع يبقوا متعلمين ازاي يقدروا يحافظوا على الشارع وعلى نظافته وما يوسخوهوش. فرح قلبي قوي. والمبادره بتاعته بدات بكلمه. هنيجي بقى نبطن هنا، بدعي للاستاذ عبد الصمد السليمي بالشفاء، ربنا يعفى عنه يا رب امين. اهو احط الطبق ده هنا جنبي. هيتبطن بقى ازاي اهو، بصوا هتاخديها كده زي ما هي، هنحطها كده في البيض وتبطني كده واقفلي عليها كده كويس عشان ما تطلعش. انتصار المسلحي بتقول استاذ عصمت الف سلامه عليك، عاوزين نقبلها. استاذ عصمت زي الفل، كان مكلمني يا رب ما يكونش عنده حاجه وحشه. كده هنقفل، اهم حاجه اقفلي كده البوز، يعني انا الست ليلى قعدت تقول لي قرطي يا غاليه على البوز عشان يبقى مقفول اهو. اهو ست رماد زكريا كل سنه وانت طيبه وعقبال يا رب 100 سنه. ايدي المبطنة كأنك بتعملي ايه بانيه حاجة كده زي البتنجان. وعلى فكرة في حاجة قالتها لي كمان عشان تعرفوا ان غالية ما بتتعلمش غير من حبايبها، ممكن تعملي البتنجان كده، البتنجان الرومي، يعني بدل البطاطس تعمليه بتنجان. نقعد بقى ايه نعمل كل اللي موجودين دول ونعمل على قد ما احنا هنعمل يعني.
الأستاذ أحمد درويش أنا بشكره على اللي بيقوله لي، مش هكرره لأنه هو خير الكلام يعني. كتر ألف خير وقال حلو وقال وحش، خير الكلام اللي قاله. إحنا بنشكر كل حبيبنا، اللي بيقول على غالية خايبة واللي بيقول على غالية شاطرة. كتر خيره إنه بيشوفنا. ها؟ كل اللي بيشوفنا أهلا وسهلا بيه. حتى اللي مش عاجبه غالية برضه فوق راسي على رأي المثل، نارهم ولا خلو دارهم، يعني اللي بيشوفونا أحسن من اللي ما بيشوفوناش. بني سويف ست أم معتز سلامي ليكي يا ست الحبايب. يا ست نادية. ست نادية. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي واهل اسكندرية. غالية عاملة ايه؟ الحمد لله، وعرفت من اهل اسكندرية طريقة البكاكين اللي سألت عليها الحلقة اللي فاتت. بس وطي التلفزيون عشان تسمعيني كويس. سامعاك يا حلوة طريقة البطاطس اللي انت عاملاها دي. حبايبنا بقى اسكتي يا اختي، بيقعدوا يعلموا غاليه ويبعتوا لها طرق حلوه. اسمعيني من التليفون يا ست الحبايب. جميل، حلو، طريقتها حلوه قوي. واعملي برده اللي هي العجوه برده بالجوز الهند كده، جميله. انت الاحلى وانت الاجمل. الله يخليك حبيبه قلبي. وبعدين مامك يا اختي بتخش تقول لنا طرق حلوه، ده لسه الحلقه اللي فاتت قايله لنا على التوم وتخزينه. التوم عملتيه ولا لسه؟ لا لسه، مستنيه يعني يرخص شويه على دخلة شم النسيم كده، يرخص اكتر من كده. ما انت عارفه غاليه تحب الحاجه الرخيصه. كل سنه وانت طيبه بنسبه شم النسيم. وانت طيبه وبخير. الجو عندكم عامل ايه بقى؟ الحمد لله، ما احنا في امشير بقى، وامشير بقى سيد الزعابيب. طب كويس اهو. ما امشير يقول للطويق للقصير ايه طير، والقصير ايه يحصل الطويق. انت اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله يا ستي. طريقتك جميله والله، طريقتك طبيعيه، دي اللي بتحبب الناس فيكي. ما احنا ما بنعرفش نقول غير الحقيقه، ما بنحبش نقول غير الحقيقه، ورزقنا على الله. ما احنا كلنا نفس الطريقه كده. تسلمي، ده الست سالي سمير بتقول لي يا غاليه انت اكبر رغايه في الدنيا. لا ده لذيذ كده، بتتسلي وانت بتطبخي كده. ما انت عارفه احب احكي كده. ايوه جميل، اهم حاجه كده الكلام يبقى حلو وناخد وندي. شرفتينا يا ست الحبايب، مع ألف سلامة. ده أنا عارفة إن أنا، ده أنا عارفة إن أنا رغاية ولتاتة وبعمل وبحط الشمع على المغربي زي ما بيقولوا. يقعد بس التسالي بقى كده، نحب نتسلى، معلش استحملوني شوي. ادي البطاطس اهي، ما تسيبيش فيها حته عريانه، والنار الزيت يكون ما يكونش سخن، اول ما تنزل تشعف فوق وتحت وتبقى نيه. الزيت يبقى درجه حرارته معقوله، والنار ما تكونش واطيه قوي عشان ما تشربش زيت، وما تكونش عاليه قوي عشان ما تتشعفش. يعني ايه؟ خير الامور الوسط زي ما بيقولوا. خليها موسطن، وسطن النار كده، لا هي عاليه ولا هي واطيه.